ليلة مخيفة. أفطرتني. أحب أن تنام عندي. وأنا أيضاً يا روزي، أحب أن أنام هنا ونسهر كلنا معاً. طبعاً، فهنا نلعب هكذا. وقت الحليب. العطش؟ النباتات نسيتها، لابد من أنها عطشانة أيضا. هيا تعالوا لنسقها. استعدي يا رومبا. انظروا إنها أفعى. لا أخاف من الأفاعي. ولا أنا. هيا يا رومبا. ليلة هنيئة. ليلة هنيئة يا روزي. هيا توقف يا رومبا. لم يكن أنا. إن لم يكن رومبا فمن يكون إذن؟ هذا الصوت مضحك. من يصدره يا ترى؟ صوت؟ لا لم أسمع شيئا. ربما روزي تعرف من أين يأتي هذا الصوت. أحدهم يطرق الباب. تعال يا روزي لنفتح ونرى من أتى. يا روزي. أهلا يا بلبلة. أهلا يا بينون. هل سمعتم الصوت الغريب؟ نعم، أليس مضحكا؟ لكني لم أسمع شيئا. لا سمعت. أتساءل من أين يأتي؟ لا أعرف، لنكتشف هذا. ربما هناك وحش. بثلاثة رؤوس وستة عشرة قدما. له شعر وردي وأصفر. لا. لا تصدقيهم يا بلبلة، إنهم فقط يمزحون. لا داعي للخوف أبدا. أخاف؟ من؟ أنا؟ حتى لو كان وحشا سأخفيه بإشارة بلبلية مني. أنا سآتي معكم لأحميكم منه. أنا بخير، في أحسن حالاتي. لا بأس يا بينون، لم يحدث شيء. اطمئن تماما. أنا متأكد أن الصوت قادم من الخارج. أنا سمعت مثله من قبل، ربما في العواصف الرعدية. لكن السماء صافية. صحيح، لا غيوم، لا مطر. لا أحب العواصف والرعد القوي. أنا لا، العواصف تخيفني. أنا لا أخاف العواصف. لا شيء يخيفني أبدا. أين ذهبت بلبلة؟ ها أنت يا بلبلة، ماذا تفعلين هنا؟ كنت أرتب السرير. لا وقت لهذا الآن، هيا لنخرج ونبحث عن مصدر الصوت. ربما العاصفة الرعدية تحت الأرض. لا أظن أن هذا ما يحدث يا بينون، لكن الأرض تهتز. تعال
لو نكتشف الأمر. لا 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 لا، يجب أن نذهب، الظلام شديد. لم يعد كذلك. آخر من يصل إلى الملعب غول قبيح. انتظرني. واو، هذا وقت للعب. ها، اسمعوا، الحيوانات والألعاب تصدر أصواتاً مضحكة. أتكون هي صاحبة الصوت؟ أخ لا، إن صوتها لطيف وليس قوياً أو عالياً. ها هو مجدداً. بلبولة. أفزعتك، نمت وأنا واقف. ولكن ما هذا الصوت؟ إنه أكيد وحش كبير ضخم غاضب. أنا أعرف صوت الوحوش. ما رأيكم لنجرب أن نتبع الصوت ونرى إلى أين سيقودنا بالتحديد؟ من هنا؟ لا يا بلبلة، أنت مخطئة، إنه قادم من التلة. لا لا لا، ليس من هناك. سيخبرنا فكري صوت من هذا، فهو قادم من جواره. انتظروني. حبات البلوط هي سبب الضوضاء. لكن صوت حبات البلوط منخفض، وهي لا تستطيع هز الأرض أيضا. وكيف ينام فكري رغم الصوت القوي؟ ماذا؟ أين؟ من؟ أهلا بكم. ماذا تفعلون هنا في هذا الوقت؟ إنه منتصف الليل. لم نستطع النوم. صوت غريب ومرتفع يتردد في الأرجاء. لقد اعتقدنا أنه الرعد أو وحش. أخبرني، ألم تسمعه يا فكري؟ لا، أخبروني كيف هو. إنه تقريبا هكذا. بو 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 بو. ليه؟ إنه أقرب إلى أغلي أغلي. وهذا. واو، لين. ليست لين بل فكري. رجاء سامحوني، أنا آسف للغاية. كفى، يكفي هذا الصوت يا فكري، توقف. آسف يا بلبلة، لا أعرف كيف أوقفه. إنه كصوت بطني عندما أكون جائعا. عرفت، إن جذور فكري تقرقر. هل أنت جائع أو عطشان يا فكري؟ حسناً، لم تمطر منذ أيام، لذا قد تكون جذوري عطشانة. هيا جميعاً لنسقي فكري، فجذوره بحاجة إلى كوب كبير من الماء. آسف يا بلبلة. يكفي هذا يا بينون، دوري الآن. أشكركم جميعا، أشعر بتحسن كبير. لن أصدر أصواتا تزعجكم أو تحرمكم من النوم. وبالمناسبة، ألا تشعرون ببعض النعاس؟ بلى، أنت محق يا فكري. ليلة هانئة. ليلة هانئة لكم. روزي. نعم. جيد أنني لا أملك جذوراً لأنني أجوع كثيراً. لكن لو شعرت بالجوع كنت سأكل طعاماً كثيراً. ليلة هانئة يا رومبا. ثانية.